وكابتن وليد صلاح الدين نجم الأهلي والمنتخب، ماذا يحتاج حسام حسن كي ينجح؟ محتاج إيه؟ مساء الخير مدام مساء لميس، النور. تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل المشاهدين. محتاج كتير، محتاج كتير قوي، محتاج مساندة، محتاج دعم، محتاج ان في ناس كتير قوي قوي اكيد هتختلف على القرار، وده حال الدنيا. مهما كان الاسم في الاخر هتلاقي ليه منتقدين. احنا محتاجين دلوقتي ان احنا نوحد الصف، طالما القرار طلع محتاج هو كابتن حسام على المستوى الشعبي وعلى المستوى الجماهيري مساندة كبيرة، على مستوى الإعلام، ودي نقطة إحنا كلنا نبقى مسؤولين عنها، إن إحنا نصبر عليه زي ما صبرنا على مستر فيتوريا، زي لما عمل قرارات كانت غريبة جدا في اختياراته، كانت غريبة جدا في إعطاء لعيبة فرصة وهي ما بتلعبش في أنديتها، السماح للعيبة كانت موقوفة في أنديتها إنها تكون موجودة في المنتخب، زي ما إحنا وافقنا للأجنبي على حاجات كتير جدا، نوافق للكابتن حسام على كل قراراته، نسنده وندعمه. هو محتاج ايه على المستوى المهني؟ محتاج بقى انه يفتح صفحة جديدة كابتن حسام مع كل الناس اللي هو مختلف معاها، محتاج انه هو بلغة الكرة كده يلم النجوم واولهم محمد صلاح، ودي وهو نقطة قادر. مهمة. محمد صلاح هو اختلف معاه وقال تصريحات يعني قد تكون جارحة، قال يعني أنا لو منه كنت قعدت واستنيت، إيه لازمة إن أنت تروح تتعالج بره؟ قال كلام كتير ممكن يكون ضايق محمد صلاح. في الاخر هي كانت وجهات نظر، هو اصلا وهو بيقول الكلام ده هو كان بيتكلم كنجم او كواحد من الشعب، دلوقتي هو المسؤول الاول عن منتخب مصر. محمد صلاح اذكى من كده بكتير. انا كلمت الكابتن حسام حسن ويعني وكنا بنتكلم مع بعض، هو اكد لي 1000000% ان هو هيبقى على تواصل مع محمد صلاح وهيلم كل نجوم المنتخب. نقطه مهمه جدا ان الكابتن حسام بالجهاز كله يكسب الاعلام في صفه، دي نقطه هتبقى مهمه جدا. على المستوى المهني هو يستحق فرصه، يعني الكابتن حسام حسن كان بينافس مع الكابتن حسام البدري والكابتن ايهاب جلال، والاثنين مسكوا، يعني كان في ترشيحات الثلاثه مسك الاول الكابتن حسام البدري والكابتن ايهاب جلال مسك. يستحق الكابتن حسام فرصه، لان كمان انا زعلان جدا او مش زعلان، خلينا نقول ان انا اختلف مع الراي اللي يقول ما ينفعش مصري، يعني عيب. يعني انا عندنا نقطة، يعني عقده الخواجه دي بشكل مرعب، فكره انه ما ينفعش مدرب مصري دي تحزن اي حد وتحزن اي حد لعب كوره. طيب لا المصري مهم، لكن الاختلاف على حسام حسن له علاقه بحاجتين، بان هو لم يحرز اي بطوله في النوادي اللي هو دربها او درب 9 نوادي، وان هو تنقل بين نوادي كتيره، وان هو عصبي شويه. لما اتكلمت معاه ايه حسيت بايه؟ ايه اللي هيتغير في كل ده؟ حسيت ان هو نفسه ناوي ان هو يفتح صفحه جديده مع كل الناس. اولا انا بتفق مع حضرتك في جزئيه العصبيه، جزئيه البطولات دي يعني تخضع لحاجات كتير جدا، مش كل المدربين الكبار بياخدوا بطولات، في اسامي كبيره جدا جدا لو قعدنا نرصها مش هنلاقي عندها بطولات، بحكم انها ممكن تكون بتمسك انديه ما عندهاش مقومات البطوله، بحكم ان الاهلي والزمالك هم اللي متسيدين البطولات في مصر، الدنيا بتبقى صعبه على اي مدرب ياخد بطوله. بس الفكره الجزء الثاني بقى ده الاهم، فكره العصبيه، وان انت لازم تتعامل مع كل الجهات بهدوء شديد، اولها اللعيبه، ثانيها الاعلام، ثالثها طبعا الفرق المنافسه، عندك بطولات، عندك بطوله امم افريقيا في المغرب، عندك تصفيات كاس عالم. يعني محتاج الكابتن حسام بالجهاز يشتغل على ملفات كتير جدا، ومش عايزين ننسى الكابتن ابراهيم. طبعا كابتن لان ابراهيم الدور عنده، مهم قوي. طبعا برافو عليك، عنده شغل اداري، لان احنا اكتشفنا خلال البطوله ان كل ازمات منتخب مصر كانت اداريه. صح، ازمه محمد صلاح، اصابته، قصه انه يرجع ويسيب الفريق، فكره اعلان الاصابه نفسه، الدوشه اللي حصلت على فتوح وصبحي، يعني في قصص كتير جدا إدارية. أنا أظن إن الكابتن إبراهيم كمان عنده شغل كتير.
شكرا كابتن وليد صلاح الدين نجم الاهلي والمنتخب السابق.